مسلسل رابع جار ان شاء الله باذن الله نشوفه في رمضان ان شاء الله، يعني نسمعه في اذاعه الشرق الاوسط ان شاء الله. كلمينا عن كواليسه. كواليسه تجنن، هي لطيفه تجنن، احمد عيد يجنن، طارق عبد العزيز، عبد الرحيم، كلهم كاس ممتع جدا. عبيري الطوخي انا خايفه انسى حد، بس هو ومكتوب حلو قوي، وايمن عبد الرحمن المخرج ومحمد راجح الكاتب كاتب موضوع كويس جدا، بيتكلم مش كوميدي، يعني كوميدي اجتماعي، بيتكلم عن الحميميه بتاعه رمضان، وان احنا لازم نرجع زي زمان، نخبط على بعض وناخد نطلب من بعض خياره وبصلايه وطماطميه، ونخاف لما حد يحصل له عمليه او يبقى عيان نشيل همه، يعني اجتماعي قوي وكوميدي قوي في الاطار الكوميدي. يعني مش معقوله تبقى معانا الفنانه جميله أمل رزق وننسى نطمن عليها. انا اهو تمام زي الفل. يا رب دايما. قلتي في الازمه اللي حصلت لك الاخيره ان نقيب المهن التمثيليه ما قدمش الدعم المطلوب والمسانده المطلوبه، الكلام ده حقيقي ولا ما قلتوش؟ إيه لا ما قلتش كده، هو كان مسافر ساعتها، ما كانش موجود، كان في اسوان. دكتور اشرف كان في اسوان. وحصل ايه من دور النقابه في الازمه بتاعتك؟ إيه لا دور النقابه، لا ما فيش دور النقابه. انت ما هاجمتيش اشرف زكي، انما النقابه ما عملتلكيش اي حاجه. لا هاجم اشرف زكي ليه؟ ده اخويا وحبيبي على الاطلاق، بالعكس. بس دكتور اشرف ما كانش موجود، انا واثقه ان هو لو كان موجود هنا كان اكيد هيعمل حاجه، بس الموضوع كان اكبر من ان حد يعمل اي حاجه، هي كانت حاجه انسانيه اكتر، يعني كانت محتاجه ان الدكاتره يبقى عندهم ضمير. بس قلتي ان في فنانين وقفوا جنبك، مين هم؟ اللي جالي المستشفى في الازمه الثانيه كانت وفاء عامر، نهى العنبر طبعا ما سابتنيش، عبير منير، بس او فراس ابراهيم، تامر بعت لي اخوه لان تامر كان في السعوديه بيعمل حفله، الناس كلها عارفه تامر بعت لي اخوه. انما في ناس ما كانتش موجوده خالص، من يعني سقطوا من حساباتك خالص؟ في ناس سقطوا من حساباتي. محمد سامي كلمني من امريكا. مين الناس اللي سقطت من حساباتك وكنت متعشمه فيهم قوي؟ لا انا لما حد بيسقط من حساباتي بنساه، ما بفتكرش اسمه صدقني. بعض الناس لامت او استغربت من ان فنانه كبيره أمل رزق، هم معتقدين دايما ان الفنانين دول يعني غرقانين في الفلوس، فازاي توجه الرساله ديت مثلا على حساب الدوله او كده ورغم الفلوس اللي معاهم؟ انا ما اتكلمتش على حساب الدوله، انا كنت رايحه مستشفيات خاصه، ما بتكلمش الدوله. انا كنت طالبه اوضه رعايه عشان مش لاقي اوضه رعايه في مستشفى خاصه، اللي هي كل الثلاث مستشفيات اللي دخلتهم كل على الكاونتر على في الطوارئ بدفع 2000 جنيه كل ما اخش رسم قلب وقياس الضغط ويعملوا ايكو. الثلاث مستشفيات ده دفعت 6000 جنيه وما كنتش لاقي اوضه رعايه عشان اخشها، ما كنتش طالبه دعم فلوس نهائي، لان انا اوريدي نقابيه وليا دعم في النقابه، ومع ذلك ما روحتش طلبت من النقابه ولا جنيه، انا ولا جنيه خدته من النقابه، ولا جنيه خدته من حد، ولا حد دفع لي جنيه، ولا حتى دوايا خدته من النقابه. المستشفيات الخاصه ما فيهاش اوضه رعايه فاضيه؟ ما كانش فيها اوضه رعايه، وانا بقول اهو والناس سامعاني، ويوميها قلت كده يا جماعه انا في مستشفى الفلانيه والفلانيه والفلانيه، ما فيش اوضه رعايه فاضيه عشان اخش اموت فيها بفلوسي. لو كانت حد غير فنانه كانت هتتحل بنفس الطريقه؟ كانت ماتت في الشارع.